قادة مجموعة العشرين يجتمعون الأحد والاثنين في مدينة يانغتشو في شرق الصين للتباحث بشأن أهم قضايا الساعة الاقتصادية والسياسية التي تتراوح بين نمو التنمية في العالم والأزمات السياسية والأمنية في القارات الخمسة مجموعة العشرين التي تضم تسع عشرة دولة والاتحاد الأوروبي منتدى للحوار وتبادل وجهات النظر والتعاون واللقاءات الجانبية بشأن القضايا الخلفية العاجلة كالأزمة في سوريا ولها ثقلها على مجريات الأحداث في العالم بحكم انها لوحدها تبلغ حصتها في الناتج الاجمالي العالمي نسبه 85% شعار هذه الدوره التي انطلقت بالتقاط صوره جمعية تذكاريه للقاده المشاركين فيها هو نحو بناء اقتصاد عالم ابداعي ونشط مترابط وشامل